وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني. معاكم رضوى جلال. اول حاجه عايزه اقول لكم وحشتوني، عشان انا حوالي اسبوع ما قدرتش اصور، جدا تعبانه وما زلت. ادعوا لي يعني ان الحمد لله ربنا يتمم شفاي على خير. ما تخافوش، هو برد بسيط بس صاحبه كثيرا من التعب من اشياء اخرى. فده شويه اخرني عن البوكس الخطير ده. النهارده ان شاء الله يعني هفتح معاكم اقوى بوكس للشتاء من مودانيسا، وتحدي هتشوفوه ان شاء الله في القطع. بس قبل كل حاجه، لو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس. وحضر لكم حلقه مخصوصه عن ماركات مودانيسا المختلفه وازاي نفرق بينهم وننقي الاحلى وايه عيوب ومميزات كل ماركه. اكتبوا لي في التعليقات لو حابين حاجه زي كده، وايه الماركات اللي انتم ملاحظينها، يعني مثلا زي رفكا او رفيقه دي، في بينيم وفي تافيان تقريبا، وفي ماركة تانية عالية. دول اكتر او اربع خمس ماركات، هم دول اعتقد اكتر ماركات من مودانيسا اللي الناس بتشتري منها، وهم نفسهم بيعلنوا عنها انها اعتقد مودانيسا عاملة معهم كولابوريشن كبير، يعني زي ان هم بدأوا يصنعوا معها. دي اول قطعة. بصوا، لا يعني انا كنت متخيله اللون بيج فاتح. انا طبعا بصوا ما بحبش، يعني مش هقول لكم اتشائم، بس ما بحبش اني احكم على القطعه بدون ما البسها وعم انسقها. ساعات بتعجبني بعد اللبس، بس انا بصراحه اللون ما كنتش متخيلاه الدرجه دي. انا بحب برضو اوريكم الحاجه اهو، الصوره زي ما انتم شايفين هنا اهي، تمام. ده الكوت اهو في الواقع، اوكي، متبطن من هنا بطانه زي ساتان. الحزام طبعا انا ممكن اجرب الجاكيت ده عشان اوريه لكم برده بسرعه، بس يعني شفته مقاس 40، لان رفكة في الحاجات المفتوحه بتبقى واسعه قوي عليا، يعني حاجات العاديه 42 فستين 42. فده جبت تاني قطعه البلوفر ده كمان من رفكة اهو، زي ما انتم شايفين في الصوره هنا. عايزه اقول لكم البلوفر ده نازل باكتر من قصه، يعني خمس او ست قصات، الطويل القصير الطول ده انا عايزاه عشان على سكوير جيبه، فاخترته قصير شويه. هتشوفوا الستايل ان شاء الله كله على الانستجرام او هنا كمان في فيديو. الخامه طلعت تحفه، وعايزه اقول لكم نفس البلوفر موجود ماركه تقريبا تيفيان، بس انا رفكة لما عملت زوم لقيت ان الخامه احلى. انتوا شايفين، انا عايزه افتح الكيس هفرجها لكم بالتفصيل، هفتح الكيس واوريها لكم. الحجم كبير قوي، انا ما كنتش منتظراها الحجم ده ولا كنت متخيله الى الدرجه كده. الديزاين جديد وفيري كلاسي، بس انا ما كنتش منتظره انها تبقى الدرجه دي خالص. الصوره بصوا مختلفه شويه، الاضاءات للاسف بتدي انطباع مختلف. بس انتوا لو تسالوني، انا لو يرجع بيا الزمن انا هاخد منها البيضه مش دي، هاخد منها اللون الابيض، هيبقى مختلف واليجنت اكتر، لان دي انا اوريدي عندي اللون ده. لما خلاص يعني انا مش عارفه انا ليه كل مره بشتري كل الشنط اللون ده. عايزه حد يمنعني طبعا عشان هو لون عملي وكده. بس الشنطه اللي بعدها انا جبت شنطتين، دي انا عارفه انها قريبه على الرمادي، يا رب تكون زي تخيلي. انا مشكلتي المره دي في الالوان، الحاجات حلوه ككواليتي فوق الوصف، بس الدرجات مش اللي في خيالي قوي. يمكن عشان انا برضو ايه، لو قلت لكم بنخدع بالاضاءه، فبرضه انتوا خلي بالكم دايما بيبقى في فرق ولو برسنتج في الالوان على الواقع، تمام. طبعا الحاجه بتيجي ويل باكت قوي، بالذات الماركه اللي هي بيري كارديان دي، انا تقريبا ما بجيبش غيرها، هي لورا اشلي وبيفري هيلز، هما دول الثلاث ماركات اللي كنت دايما بجيبهم من مودانيسا. ما جبتش ابدا شنط غير واحده ثانيه كانت ماركه اسمها ايكونيك، وكانت يعني اكسبشن، كانت حلوه قوي ساعتها. دي واو واو، ايفن على الطقم اللي لابسه رائعه، الدرجه الستايل نازله بكل الوانها تهبل روعه، الستايل شيك. انا مبسوطه قوي ان انا اول مره اجيب شنطه جراي تطلع زي ما انا عايزه، انا ما عنديش اللون ده بقى. فاذا كان اللون اللي فات ما ظبطش، دي ظبطت جدا الحمد لله، اي لايك ات 100%. القطعه اللي بعدها هو بوت، انا جبته اصلا عشان البلوفر ده. انا عايزاكم تنصحوا بقى كده. ده بيج، انا نقيته لون تاني، انا مش عارفه هما جابوه لي بالغلط ولا ايه، انا هراجع. بس انا كنت جايباه بيربل، مش جايباه اللون ده، انا كنت جايباه بيربل نفس لون البلوفر، فانا هشوف هل هما نقوا لي بالغلط ولا انا بعت رابط غلط، لان انا طبعا ببعت روابط. بصوا، هو البوت رائع وفيري كلاسي، بس انا مشكله انا كنت عايزاها
عشان كنت عايزاه عشان البلوفر ده طقم معين كده انتوا هتشوفوه في الانستجرام. ف يعني هو برضو ممكن يمشي حاله معاه، بس انا كنت حابه جدا البوت التاني. ف ليتس سي يعني هشوف معاهم النقطه دي. تمام، تعالوا بقى نكمل. انا عارفك هتقولوا ايه ده، هي كلها شنط؟ لا خالص، هي حظكم طلع ان اغلبها الشنط اللي طلع القطع. انا ده كنت يعني محتاره جدا في الدرجات اللي هو الموديل ده، ده نام ديزاين. انتوا عارفين ان انا اكتر واحده في العالم بتحب حاجات نام ديزاين، بس انا جبت الصغير سمول تو ميديوم، بس انا حاسه انه هل فعلا هو هيطلع صغير عليا قوي. هو ستايل كده زي الفرنش كوت. تمام، فانا مش عارفه انا ليه جبت الصغير، انا خفت بس يبقى كبير قوي، لان انا مش عايزاه يتخني الستايل ده، عايزاه يطلع كده مزموم وعليه بوت. تمام، اهي الخامه اللي هي ووتر بروف، عامل زي البلوزه كده. انا بس خايفه يكون الكم هو اللي هيبقى صغير، فخليني اشوف. بس الدرجه انا كنت متخيلها افتح السنه، هو يعني زي ما بيقولوا روز مبهج قوي، فظريف ولطيف. وشنطته بقى وبوته كده موجودين اوريدي عندي، هتشوفوهم في الستايلنج هنا وهيعجبكم اكيد ان شاء الله. خايفه شويه من المقاس، يعني هل انا كنت المفروض اجيب السايز الاكبر؟ هو الموديل ده بينزل بس مقاسين، مش عارفه، مش متاكده، فانا هجرب ان شاء الله واقول لكم حالا. ده ايه ده؟ بنطلون انا جايبه فيه اي بنطلون؟ دي سكيرت. انا عماله اقول انا جايبه، انا ما جبتش بنطلونات، دي سكيرت يعني ستايل عمري ما جبته من مدنيسه. ده ستايل عمري ما جبته من مدنيسه ابدا، ستايل السكيرت الهاي ويست الكلاسيكي التركي. تمام، مع الحزام. تمام، هي الخامه رائعه، خامه زي كريب كده مبطنه، اللي هما البنات بيلبسوا عليها هيلز او بوتات، عارفين الستايل ده. الدرجه ظريفه جدا، دي انا متحمسه لها جدا، عندي كميه بلوزات وحاجات. انا مش بتاعه سكرتات كتير وبلوزات، لو خدت بالكم انا شخصيه فستين وتونيكس وعبايات وكده، حاجات القطعه واحده. بس انا قررت شويه اعمل زي شويه تغييرات، فالسكرت والحزام منها فيها رائعه وتجديد، تمشي صيفي وتمشي شتوي. بس انا عشان طويله قوي ففي الاغلب بمشيها شتوي مش صيفي، لان الصيفي هتبقى شويه هتبين كتير من رجلي. الحل التاني بلبس تحتها تول، يعني زي تلبيسه تول او جيبه تانية تول، بحيث اكنها تبقى من تحت تول مكمل. تريك معروفه واكيد سمعتوها في مع انفلونسرز كتير. والفستان اللي بعده ده انا كنت جايباه عشان الكوت اللي فات، طبعا في التلبيس هوريكم كل ده. بصوا انتوا انتظروا اخر الحلقه ان شاء الله، انا ممكن احط لكم التلبيس القطع دلوقتي، جربهم ولو بشكل سريع. شوفوا الفستان ده قد ايه جميل، انا جبت السايز 40، ما جبتش كبير عشان هو يعني واسع قوي، تلبيس واسع. هو ستان انا جايباه عشان البسه تحت الكوت، رائع. طبعا هو شفاف شويه، خفيف جدا يعني مش شتوي خالص، بس الستان بتاعه راقي كتير، ولا النقشه، النقشه اللي هي زي اللي انا لابساها النقشه دي، بس اللي افتح منها على بيج روعه صراحه، يعني حقيقي طلع حلوه. ووهم هو رفكه، ماركه رفكه برضو، فانا قلت لكم ان هو تلبسهم والحاجه لازم اشوفها. وده قطعه جديده جدا جدا جدا، ستايلات عمري ما جربتها من مودانيسا. خرجت بره الباكس، عملت حاجات جريئه ما كنتش بلبس الحاجات دي، فالمره دي عملت كده. بصوا ده زي ما بيقولوا ترانش كوت، مش ترانش كوت، سوري اسمه ايه اللي هو بيبقى قطعه كبيره كده وبس حزام. والله ما متذكره الكلمه، معلش اعذروني، واحد عيان اصلا. اوكي، ده زي كوت وبيتحط هنا الحزام كده في النص. تمام، زي كده اهو. تمام، وفي هنا فتحتين زي ما انتم شايفين في الصوره. تمام، فتحات اهي، بصوا صوف فظيع. ده بقى شتوي شتوي، يعني تقيل تقيل فخم، ديزاين جديد. الحركه دي فظيعه، تحطي سكارف من هنا، لو سكارف بقى نقشه بيربي او ساتان او ارميني اللي هي السكارفات الغاليه، لاكجيريوس يعني صراحه جودته عاليه جدا وفخم وتقيل، يعني ايفن كوزن تقيل قوي قوي، يعني كيلو حاجه. مع كعب، ممكن سكيرت ضيقه، ممكن بوت، في الف اختيار، يعني جامبنج سوت، يعني ما اكثر هذه الاختيارات. انا جايبه واحد منه تريكو، لبسته في الانستجرام ممكن تشوفوه،
وده تجديد. ده فستان وانا بجيبه عشان انا جبت فستان قبل كده من حلقتين ثلاثه لو خدت بالكم، وكان حلو قوي عجبني، بس كان ضيق عليا جدا فما استخدمتوش خالص ولا لبسته. فحبيت اجيب فستان من ماركه تانية اللي هي عاليه، الواحد لازم يراعي حجمه. فالفستان جاي بسيط قوي، ده برضو ينفع قوي في الشتاء من تحت الكوت، هي دي فكره عشان كده انا جبته، اني البس عليه الكوتات بشكل عام. هو مش طويل، تمام، هو مش طويل، وطبعا هو خفيف شويه، بس انا جبته كانه يبقى قطعه بيسك البس عليه اي بلطو انا عايزاه، يعني انتوا متخيلين الفكره اهو. طبعا لو حد اقصر مني شويه، انا 173 يعني يا جماعه، فالموضوع عندي صعب شويه. حد اقصر مني، انا جبت اصغر مقاس 44، حد اقصر مني هيبقى بالنسبه له رائع. واصلا ماركه عاليه دي للبلس سايز، فعشان كده قلت لكم في كذا ماركه في مدنيسه تستحق ان احنا نتكلم عنهم لوحدهم. قولوا لي لو حابين الحلقه دي تبقى بسرعه، اقول لكم خبراتي في الماركات وكل ماركه كانت النتيجه ايه. وبعدها دي سكيرت انا كنت جايبها لانها بني، بس هي طالعه بني عنابي شويه، يعني بني قالب على بني عنابي، عارفين ان هو واخد اول درجات الاحمر. جبت 42، بس هي باين ان تلبسها صغير قوي، يعني هاتوا سوري جبت 44، هي باقيه قصيره طبعا، هي مش كبيره لانها شتوي الستايل ده. مش احلى سكيرت في الدنيا، مش فظيعه، بس ما كانش فيه اي سكيرت الدرجه دي غير دي، فعشان كده جبتها لها الدرجه دي. تحسوا كانها جلد، هي مش جلد، هي خامه بين خفيفه شويه، بس الفكره نفسها اللي عجباني، انتوا فاهمين؟ البي سي مدي على جلد، دي في الستايلنج هتطلع واو. انا جايباها عشان بلوزه، يعني هو طقم على بعضه، هو مش على بعضه، انا جايباه على بعضه، اللي هي الماستر دي. ايه رايكها؟ متخيلين في اللبس هيبقى عامل ازاي؟ اهو، يعني انا المره دي جبت اطقم، يعني في حاجات جبتها اطقم مش مع بعضها، انا اللي جبت ده وده ولبقتهم على بعض، اللي هو البلوفر الماستر ده، اللي هو الكمامه اللي بتبقى واسعه ونازل مخصر، بحيث البسه كده والبس السكيرت كده، تخيلتوا؟ وبوت بقى البني عادي نفس الدرجه، ممكن بيج يعني، بس انا احب يبقى بني اكتر كده، تخيلتوا الستايل؟ يعني تجديد، انا حبيت اخرج بره البوكس تماما المره دي، جبت حاجات عمري ما جبتها من مدنيسة. اعتقد انتم متشوقين، اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر قطع متشوقين في التقيس. قلقانه من مقاسات حاجات صراحه، اتعشمت في نفسي شويه عشان خسيت لي كيلو ولا حاجه ولعبت لي شويه رياضه، بس الواحد العيا خلاه يرجع ياكل تاني، فربنا يستر ان شاء الله. البوت بس هرجع اللون وبس. يلا قولوا لي انتم منتظرين ايه، انا كده كده ان شاء الله بنزل الصور على الانستجرام، وهحاول هنا كمان احط لكم فيديو تاني للتنسيقات كامل عشان ما اطولش الفيديو عن كده، وكمان بحط البوسترز او الصور اللي بصورها هنا على القناة على الكوميونيتي اللي هو المنتدى. فما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة ونفعل زر الجرس، وهنتظر تعليقاتكم واشوفكم على خير. مع السلامة.